انا خذيت دوره بالرفلكسولوجي، دشيت دوره وتعلمت، خذيت شهاده. شنو الرفلكسولوجي؟ الرفلكسولوجي عباره عن، شفت قاعه الريل من تحت، ساعات لما تدش النت اكتب مثلا طب الصيني او شيء، يحطوا لك قاعه ريل فيها اعضاء تحت، راح تلقى القلب هني، الرئتين من فوق، عمود الفقري. هذا شنو؟ هل اعضائك يعني تحت؟ لا، كل اعصابك متصله باعضاء جسمك كلهم، اعضاء اللي تحت. عشان شي يقول لك دائما تمشى، يعني مثلا نفترض عندي البنكرياس ضعيف لكن انا قاعد زين، بغوي لازم ازود له دم اكسجين، فلما اضغط على قاعه الريل قاعد العصب اكثر اللي يوصل مثلا دم بكفاءه اكثر، هني راح يصير العضو 100%. عرفتوا الفكره شلون؟ بالايد بس بالريل اكثر، واضح؟ بس خلونا نكون واقعيين ولا ندش جو ونقص على روحنا. ما في علاج والله، علاج شو اسمه، ضعف النظر من قاعه الريل او بالايد، لا. قلت لكم الفكره ان احنا يعني نهيج العضو اكثر، ندز له دم اكثر، ولكن مو علاج. والله اذا انت مثلا فيك مرض القلب سوي كذي، اذا متوتر سوي كذي، وين شنو سوي كذي، لا 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 لا، او اضغط كذي، لا، كلها علاجات مساعدة، علاجات مساعدة، ولكن ما فيها شفاء، مستحيل. كان الشركات سكرت، لا فيتامينات لا معادن، يمكن ما ناكل بس نضغط بريولنا ونصير زينين، عرفت شلون؟ فكل الأشياء اللي انت تشوفونهم هذه أشياء تحفيزية تحفز العضو، ولكن العضو لا، يحتاج برنامج، يحتاج نظام صحي، فيتامينات معادن، عرفتوا؟ ماكو شيء اسمه علاج تام من ضغطة معينة بالأنف، ضغطة هني، ضغطة هني، لا حد يقص عليكم. الدورات هذه كلها أنا داشة وكلها أنا عارفها.